جريمة تقشعر لها الأبدان تهز قضاء الصويرة، حيث تعرض الطفل علي ناطق الحرشان ذو 9 سنوات لخطف وتعذيب واغتصاب وقتل في منطقة الجحيشات في ريف الصويرة شمال واسط. فطبينا يعني المكان، طبينا المكان اللي هو بيه، طبينا هناك على الساحة، وهذا هذا المفقود علي أخوي، لقيته مقتول بمكانه، إصبع مكسور، شفته مخلوع، رقبته مشنوغة، ما باقي في شيء خطير، ويابس. تفاصيلها صعبة حيل، مأذينة، مغدور غدرة مو طبيعية، مأذينة حيل بالتعذيب. ما عداوات؟ ما عدنا عداوات، ما عدنا عداوات انه توصل بيه هالحالة هاي الوحشية اللي يقتل بيها، القتل هذا السابقة الخطيرة اللي ما عدنا بالمنطقة لأول مرة تصير. وكان الطفل قد ذهب ليشتري قنينة مياه غازية قبل أن يختفي، وتبدأ عائلته بالبحث عنه لساعات لتكتشف بعد ذلك الجريمة التي لم يضع الجانفيها اعتبارا لحرمة أي شيء. البارحة طلع ابن أخوي يسوق بطل بيبسي داز عمه من هاي الأسواق قريبة اللي تبعد تقريبا 300 متر عن بيت أبوه، ورجع راجع هو طبعا هاي الحكي تقريبا 7 ورا 7 المغرب، فقد تقريبا ورا 8 9 8 يدورون عليه الأهل، يدورون عليه ماكو، لحد ما صار ضغط أكثر، دوروا الأولاد، دور أبوه، نزل على الشاط لقى، لأنه يعني مصلخينه وخانقي ولاعبين بيه يعني مأذينه بشكل يعني حتى تكرمون الحيوان ما يسوي هيك بالبشر أبد، يستحيل. ذو الطفل المغدور طالبوا الجهة الأمنية بالتقصي وبذل المزيد من الجهود للكشف عن المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة الوحشية. والله نطالب بالقصاص العادل، والمجرم ينال جزاءه، ولازم ينحكم بنفس المكان، ينعدم بنفس المكان، زين، لأن جريمة يعني طفل عمره 9 سنوات بعد يعني شاف من حياته، شفتهم يعني، الله أكبر. من قضاء الصويرة شمال واسط، حسن الرسام، قناة التغيير.